بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ذي السلطان العظيم وذي المن القديم وذي الوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة عاقل الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر مستجاب لقمان الحكيم وورث سليمان داود عليهما السلام الودود العرش المجيد قوي العري وصحح أجساد وقض حاجتي وأكثر أمواني وأولادي وحبب من الناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله